أخونا ببراء يقول عندهم عادة فيما يتعلق بالعزاء، طبعا أهل الميت ينصبون السرادق والكراسي وإلى آخره، هم يقدمون مساعدة لأهل الميت. إذا كان أهل الميت يستخدمون هذه المساعدات في مثل هذه الاجتماعات مثلا، سواء أطعمة أو إحضار الكراسي أو غير ذلك، هل هذا يعتبر صحيح أم لا؟ هذا العمل من المحرمات التي يأثم بها من دفع ماله فيها، ومن أقر أخذ مال من التركة ليوضع فيها، ومن أتى بالكراسي أو من أتى بالسرادقات أو من أتى بالإضاءات بأنواعها، كل هذا فعل مخالف للهدي الشرعي فيما يتعلق بالعزاء. العزاء المراد به أن يسلى خاطر الميت وأن يبعد عنه الحزن وأن يؤمر بالصبر، فتكليف أهل الميت وقرابته بوضع مثل هذه الأمور مخالف للمقصد الشرعي في هذا الباب، وفيه أكل أموال آخرين من الورثة بالباطل، وبالتالي فمثل هذه الأفعال من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يحضرها، سواء كان من قرابة الميت أو من غيرهم. إذا كان من قرابة الميت ويخشى أن يتكلم الناس عليه فليبقى في المسجد ويعزيه الآخرون في المسجد، وإذا لم يكن منهم فلا يحضر إليهم في هذه المواطن، يعزيهم عندما يصلون على الميت أو عند دفنه، ولا يذهب إليهم في مثل هذه التجمعات. الواجب الانتهاء عن هذه الأفعال. قد ورد في الخبر: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، وبالتالي مثل هذه الأفعال محرمات. وهكذا أيضا إذا كان هناك أطعمة يضعونها ليتناولها الآخرون، ويجتمع الناس عند أهل الميت ليتناول الأطعمة، فهذا من المحرمات التي لا يجوز فعلها ولا إقرارها. أهل الإسلام لا يحتفلون بموت ميتهم أو بنزول مصابهم، أهل الإسلام يشكرون الله جل وعلا عندما ينعم عليهم بالولد بالعقيقة ونحوها. أما هذه الاحتفالات التي تكون بسبب موت الميت فهذه من البدع، والواجب على أهل الإسلام تركها وعدم فعلها. فإحضار استئجار الفرش والزل هذا من المحرمات، واستئجار الكراسي، واستئجار أيضا أنواع من يخدمون الناس بصب أنواع المشروبات، هذا كله من البدع ومن المحرمات، والواجب على الناس الانتهاء عن مثل ذلك. جزاك الله خير. أبو بسام تفضل.